بدأ مشروع جمعية الإصغاء سنة 1990. في بداياتها كانت الجمعية تهتم بالأشخاص الصم وتهدف إلى مساعدتهم على تطوير لغتهم الطبيعية، أي لغة الإشارة، وإلى تأمين المساعدة اللازمة لهم للحصول على الأجهزة المناسبة والعمل على إعادة الدمج الاجتماعي والثقافي. انطلاقاً من هذه الأهداف اختار المؤسسون الاسم الإصغاء. أصبحت جمعية الإصغاء جمعية بشكل رسمي في صيف سنة 1999، وهي جمعية غير حكومية ولا تتوخى الربح. مع مرور السنوات وأمام كثرة الحاجات لدى الأشخاص المعوقين والمرضى بأمراض مزمنة، قررت جمعية الإصغاء في العام 2007 توسيع خدماتها لتشمل سائر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة، بهدف توفير الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وفي العام 2008 ولدت جمعية الإصغاء سويسرا، كما ولد شعار الجمعية: نسمع الجميع، إنما نصغي إلى الأكثر حاجة. للجمعية اليوم عدد من الأقسام تعمل مجتمعة بتناغم لتحقيق الأهداف المرجوة. قسم التصميم، ويشمل أعمال نشر وتصميم وإخراج وطباعة متنوعة، ويحوي عدداً من الطابعات الحديثة والكمبيوترات. من أحدث مشاريعه إعداد قاموس للإشارات الدينية للخدمة الكنسية والرعوية. القسم الفني، ويشمل مشغل الرقص للأشخاص السم، مشغل الغناء بالإشارات، ومشغل الغناء العادي. نظمت الجمعية حتى الآن أكثر من 66 حفلة موسيقية مع المعوقين ولهم في لبنان والخارج. قسم النقل، يحوي هذا القسم فاناً مجهزاً بشكل خاص لنقل الأشخاص المعوقين حركياً وبعض مرضى الكلي. قسم المرئي والمسموع، في هذا القسم استوديو لتصوير برامج بلغة الإشارة ووحدة خاصة بالمونتاج، ويقوم هذا القسم بإنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الخاصة بالمعوقين. أصم؟ كمان فيك تنتخب، بيلزمك بطاقة هويتك ويكون رقمها مظبوط، ولو كان اسمك مكتوب غلط تقدر تنتخب، المهم رقم الهوية يكون هو الصحيح. خد الظرف، دخل خلف المعزل، اختار مرشحك، حط الورقة بالظرف والظرف بالصندوق. تذكر حقك تنتخب مثل أي شخص لبناني. القسم اليدوي، ويحوي عدداً من المشاغل مثل التطريز والرسم على السيراميك. قسم إعادة التدوير، ويشمل فرز وتوضيب الورق، الأقراص المدمجة والعبوات المعدنية والبلاستيكية. القسم الطبي، ويحوي سيارة إسعاف لتلبية الحاجات الطبية للأشخاص المعوقين والمحتاجين. منذ العام 1990 تقوم جمعية الإصغاء
بالعمل على خدمة الشخص المعوق، وقد طورت جميع هذه البرامج والأقسام لتبقى أمينة على دعوتها. نسمع الجميع ولكن نصغي إلى الأكثر حاجة.